الشعر العربي من دولة العراق الشقيق، ورغم مشاركتكم أيها الشعراء والكتباء الموجودين كل له مشاركة. نستمتع بالموسيقى وبالغناء الجميل. نبدأ بكلمة للحاج عبد القادر الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد كل السعادة بهذا الجمع الكريم. محمد المصري شخصية يجب أن يذكرها التاريخ لأن له بصمة على الثقافة، رجل نشيط جدا، محب للثقافة ومحب للمثقفين، يبذل من وقته وماله وجهده لجمع الصف، رجل وطني محب لبلده، بيجاهد في هذا المجال الخطير. مصر الآن في حرب حقيقية من جهات خارجية لهدم البنيان الداخلي. كما أقول لهم جميعا، مصر اللي ربنا تجلى على أرضها، مصر اللي كل شعبها جيش، مش الجيش بس اللي هو جيش وقت الأزمات، الشعب كله بيتحول إلى جيش، لن يحققوا أي هدف أبدا. ومصر في أقرب مما يتصور أحد، أرى في نهاية النفق إن في الضوء، مصر هتعود تاني لريادة العرب وتتبوأ مكانتها في العالم. وأكرر شكري لكم جميعا، وأتمنى من كل واحد عنده فكرة، يعني تقدروا صالونات وكده، شوفوا السلبيات والإيجابيات إيه، حاولوا أنكم تكون الصورة عشان نقدر نلتقي بالأدب. فأكرر شكري مرة تانية، وشكرا مع